معايا مين يا استاذ ابراهيم؟ بشكرك يا حاج عبد الهادي. الحاج عبد الهادي من هنا، اتفضل. الو، ازيك يا حاج عبد الهادي؟ يا حاج عبد الهادي، ايوه انا سامع حضرتك. انا من قريه الجمانه، مركز نجا حمادي. تمام. الساده المسؤولين، يعني حاضر البرنامج مع سعادتك، الساده المسؤولين بيقولوا جميع الجمعيات فيها ملح مكدس ومخزون. ايوه تمام، كمل. انا عايز اسمع بس، عايز اسمع مشكلتك عشان احل. سيبك من المشكله بتاعتي وبتاعت اكثر من المزارعين، ان ما فيش ملح في الجمعيه من اول رمضان. من اول رمضان، من اول رمضان، والمسؤولين بتقول الجمعيات. انا مش عارف فين المصداقيه. هقول لك اللي حصل ايه يا حاج. الدكتور عباس الشناوي لما كان بيتكلم دلوقتي قال لي احنا خارجين من الموسم الشتوي، جمعيات عندنا مكدسه بالاسمده. مفيش، ده ما في بداية الكلام دي. يعني انت ثواني، انا مش خلي بالك، انا مش بدافع. مش جمعيه واحده، عندي جمعيه جاري، جمعيه الغرب بهجوره. حاج عبد الهادي، اي معاك. انا مش بدافع عن اي مسؤول، انا عايز اجيب لك حقك سعادتك. فانا عشان اجيب لك حقك، انا فاهم سعادتك. بص يا حاج، دلوقتي في مطلوب شفافيه. انا علشان اجيب لك حقك بتناقش معاك عشان افهم المشكله، عشان ارجع اتكلم مع المسؤول تاني. عندي خد سعادتك، اكتب سعادتك. ايوه، جمعيه الغرب بهجوره ما فيهاش ملح. تمام. الغرب بهجوره بنجا حمادي ما فيهاش ملح. تمام. او فيهاش سماد. جمعيه القمانه الغرب بهجوره تبع نجا حمادي ما فيهاش سماد. تمام. جمعيه ابو عموري الغرب بهجوره تبع نجا حمادي ما فيهاش سماد. انت تبع اني جمعيه فيهم يا حاج؟ انا تبع جمعيه القمانه، بروح ما لاقيش ملح، ما لاقيش سماد. اه. والمسؤولين بيقولوا السماد مكدس في الجمعيات. انت زارع ايه حضرتك؟ حاج عبد الهادي، حضرتك زارع ايه يا حاج عبد الهادي؟ انا زارع قصب. قصب، ما صرفتش أي حاجة الموسم ده؟ ما صرفتش. طيب، يا أستاذ أحمد، ده من ضمن الأسماء اللي هبلغها دلوقتي للدكتور عباس الشناوي، وتجيب لي رد عليها علشان حتى لو إحنا كتير يا باشا ما صرفش، مش أنا بس، كتير. ما هو خلي بالك أنتوا برضو عشان هنا والمواصلات والنقل، فدي مشكلة. فأنا يا باشا التعاون، أنا بقول لك في نجا حمادي البلاد اللي بسميها لك دي ما فيش أعضاء مجلس الشعب فيها، أعضاء مجلس الشعب بيحاولوا الملح على الجمعيات التابعة لبلادهم. لا، ما هو أي منظومة هيدخل فيها الوساطة هيبقى فيها ظلم. بيتكلموا عن بلادهم. لا، ما فيش حاجة اسمها. طب ما احنا هنتكلم عنكم وانتوا أهلنا. أنا بص حاجة عبد الهادي، المنبر بتاعنا القناة الزراعية. تمام. احنا عاوزين الجمعيات دي يوصل لها الملح عشان المزارعين، ده محصول القصب، محصول قومي. وبعدين أنت باين عليك قريبي كمان، أنا اسمي سامح عبد الهادي. تمام. الله يكرمك. ما تقلقش، انا النهارده هخلي الدكتور عباس الشناوي يرد عليك، ومفيش حاجه اسمها بقى وساطه، الوقت ده انتهى خلاص يا باشا. انا بتكلم، انا يعني شايف الجمعيات في البلاد اللي فيها اعضاء مجلس الشعب بيوصل لها الملح مظبوط منضبط. وانتوا اعضاء مجلس الشعب بتوعكم فين؟ احنا اعضاء مجلس الشعب، احنا بلاد ما فيهاش اعضاء مجلس الشعب، ما بيوصل لهاش ملح الا بالضنين. طب اعتبروا قناه مصر الزراعيه هي سندكم، وانا ان شاء الله النهارده مش هنروح الا لما نشوف المشاكل دي الرد بتاعها وهتتحل امتى في اسرع وقت. الله يكرم سعادتك يا باشا. الله يكرم سعادتك يا عبد الهادي. عينيا، الله يكرم سعادتك. اتفضل معلش. يعني احنا شكرا. مجرد ما في بدايه الحلقه اتكلمنا عن الاسمده، دي نموذج، وده اللي انا قلته، الوضع تمام، الارقام سليمه، البرامج بتوصل للجمعيات، لكن في مشاكل على ارض الواقع سببها ايه لازم نعرف ولازم تتحل. فاصل سريع نستكمل بعده الزراعيه مباشره.